تساتي سلن سيتورا لماذا سيفان وتنفدو سي زوال بوم سنست من بعد ثلاثة وسان لقديش سولين ثم ديث بسان ثم ديث ثيس سبعان تموراني زنوزون القاس أسلوي نتمور عبد المجيد تبون نتسا يغير ثغري نيث مورا يزنوزن الغاز وسد كل غل ننسن ما بغان تثنتي دي صح ووال دي سوق أي غلان نتذمسا دي ثيزي وزون تكمل لي واس ويسي نرحبا البنيان لكو ذل شغال البيلك سوت سكين 42 مزيخنيين ديورزان سي 13 الولايات تمورتن أزول لمس الخرمرة في اللون غير تفاصيل بوميس ست سان غير نفرو نفدو غس ثقاشوش ثنة مورا يزنو زون الغاز دي ثمليه ثنسن ثي سبعة غيزن دي لان داقي ذي الجاير ثمنا ثقاشوش ثي كسولين سواتا سي اي وليهن الوطا سلاريو يسي دفان يسلوين نتمورا يتكين ذي ثمليه ثن الجاير بعد ان غس جهد دي اي غلن يوكن انو ثنين اذ حرزن يني دحران ذو قهي لقين نزنو زون الغاز بعد ان غنا يوكن اذ سنرنين القدر إد السوفون دوك فيريد وسنانين نسوامين ان الغاز ان نسوامين ان الغاز ما كان دي عندنا نقص حرصنا في سدو كل غال ننسن وكان اذر نون ادس جادا ام كان نوغيرا واكين ان تمولا يزنوزون الغاز ذ قمضان لاريو ين تمليليث تاكراد ويدي ديرا ونغلاف الصهد نتمورثنا محمد عرقب. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد والأسعار عادلة مستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في المجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود. يو الحال كان ذو قوال اللي ديفكا وسلوين تمورثنا مس عبد المجيد تبون نتسان يسجهد فوس دو كل غالن نتمورا يقين يزنوزون الغاز زما كان يسترحاب سونك شوم نتمورا لا موريتانيا لا كتمورثنا السينيغال اروغيرو نتمورا يزنوزون الكاس. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة. السلوي نتمرتنا عبد المجيد تبون ذان يهر ثغرين غر الشوار يهر ثموران يزنو زون لكل ثموران يتسغن سفرقين ان صاحدنا سفر ان القز وكان يل ثمورث اتسعون الفايدانس وتقدر الريوي نتموران النيطن. نجدد دعوتنا الى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الاعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة اخرى لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية، وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين، وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه.
غير سلوين تمران حضران ساقش وش سنة تمران يزنوزون للغاز للجزائر دا سلوين تمرتن الإيران إبراهيم سايسين غير ويقين غيق سولون غاروس دو كل يغلن وكن نذرن ثيلس غار ثمران ومقرون ذو قمضان يخدمن البطل المقرون بعد تعديات إسرائيلي دي تيلين غاف غزة إبراهيم رئيسين غيق سولون يتمران يتكين دي ثمليلي ثن الجزائر وكان أذرنون تأذس دو كلن تيغالن سنتي من تان يوصف دي تيمورا يقين الغار إنني إذ أعرب عن سعادتي بزيارة مدينة الجزيرة الجميلة وحضور القمة السابعة لرؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز، أهنئ فخامتكم على تولي رئاسة المنتدى وأشكر حكومة الجزائر الصديقة والشعب الجزائري الكريم. لقد دخلت تغيرات وتحولات النظام العالمي مرحلة مصيرية، فاليوم يعيش نظام الهيمنة الغربي أضعف حالته وأصبح بلا معنى تماما. الغرب المتوحش الذي سقط القناع عن وجهه منذ وقت بعيد يخدش بلا هوادة وجه الإنسانية والأصالة والكرامة البشرية. أسروين تمرثنا تونس قيس سعيد دين فجينا الحرمان تقشوش ثنا الجزائر تمرايز نوزن الجاز نتساني فجينا الفرحين السمين تواختار صورة سلوين تمرث عبد المجيد تبوني وكان ذي ليه دين فجينا الحرمان تقشوش ثنا تمرايز نوزن الجاز قيس سعيد دين إذا كان يبضد الحال ذي تزي بساي وكان ثيمورا يجينا نوزن الجاز تنتي ديوغال ووال ذو بمثل وتحدثت خاصة فالكلمة التي كنت ألقيتها منذ قليل عن حقنا في السيادة الكاملة على ثرواتنا الطبيعية ومنها الغاز، وتحدثت أيضا عن الطوق الذي وضع على هذه الثروة وغيرها من الثروات. الطوق كان طوق حصار واليوم هو طوق نجاة، ويجب أن نتفق على كلمة سواء وأن يكون لنا موقف واحد حتى ننجو من كل أنواع الاستغلال ومن كل أشكال الحصار. لا غريف القديش نتقشوش تي سبعة نتمرايز نوزون الغاز نغلاف نصاد نتمرتنا محمد عرقب نتسانت ليز تمليلي ثلاكو دوم ثليس نتمرتنا النيجيريا نقرو يجي عندي وكذن هي محمد عرقب إذا كان أتيوث إن الغاز رعدين الصحراء أتيوث إن الغاز إن النيجيريا رعدين الصحراء غير ثمورا نيل أي ركال لثان لشغال ذويذ أري كملن ذو قسان إي ديث التون تمورث لاشين تمورث ثمزوروث يدي يغن طاس الغاز دوك سقوس هاكين يا دان هاكين بعد من بعد الكران كرن يار تمورث الروس لو كنت مورث لوكران الغاز الروس مازال يتصود راه غير وطاس تمورا بعد هذه الفارن لوروب ذيني جان تمورث هاكين ان لاشين ترنو ادا طاس سوفرن الغاز منظر هذا كان تمورث هاكين لاشين يوث يار تمورا مقرن تيس نايعيش ديوان غناو يسوفار تقول لان بعد وين يشدنا غير لوفيان الحمز لكذا لوفيان نتساعدو قيوان قول غو غيدي سوفاري وكذا ذا كان السوامين نقول ريقين دويذ آر دي صبن ثقار ريقين ودارن ثلاثي ويذي تجارن عيترنوين السوامين يسوفاراقين نغدا ما غدا الحمز لوفيان هذا العدس بلا خرا نسبث بعدا نكني أقلا غفت بورا بقور رمضان وكان الثمرت نغت حفظ سود تغارا في بياسين تحويجين ذو خدم من رايثن تماشين إلى ديوان وسوء سعلم ميويد يخدمن في بياسين أجين وكان الثموهين بعد ثمرت نغت ثير إربين وتسي سنفرن رايثن تماشين تمي ثمرت نغت كثرت خدم مازال نجو جرف وسبعمية وسبعين اللي كيلومتر ببردان تماشين تبعد نغريد مقرن ريشودن ير بشار لكذ تين دوف غاف تغزين 950 ل كيلومتر. في هذا الصدد يتعين علينا تحضير الظروف والأدوات الضرورية لضمان صيانة واستدامة عتاد السكة الحديدية ومختلف تجهيزات الهياكل القاعدية، وعليه فإننا نسعى لتطوير
شراكات مع المتعاملين الوطنيين والمجمعات الصناعية المختصة في المناولة وصناعة قطاع الغيار وكذا مراكز البحث والتطوير سواء من داخل البلاد أو خارجها، وذلك بهدف وضع استراتيجيات للتعاون والشراكة تضمن التمويل اللازم والمستمر والمستدام بقطاع الغيار والحلول التقنية الضرورية لعمليات الاستغلال مع احترام المعايير والمقاييس المعمول بها في هذا المجال. غير الولاية تيزي وزو دينا تكمل لوسويسين الرحبة الثغنو تيدي بوين غافل بنيان غافل باتيمو لكو ذلك الشغال بيلك رحبة ديكين يتكين مدروس 42 إمزيكنيين ديوسان 13 نلولايات تمور ثنخ نوساد ساقيا الرحبة ياقيا إيوا كنا دنسكن كيس كون بو أوفرير أما لي زونتربرونور أما لي بارتيكولي أما لي بروفيسيونيل دو لا بانتور لي بانتر أون جينيرال نسيد اسند نسكن لي برودوي ان ساعه نسد ديغني وكني كان مليل اما ذويث مثلنا لي برودكتور ميم لي زوتر مارك دو بانتور لي بروموتور اي سي ان ايشونج دو كنقارنا كن سي ان ايشونج دانتيري نسد ردكيا الصالون كي لو سي تي بي دون سا دوزيام ايديسيون دايور اون ايتي دي لا بريميير لا دوزيام كي تن لي فريمون بيان اورغانيزي ميو ك دو موان ميو ك لا بريميير دونك نسد باش نسكن لي ديفير برودوي ساعه نكوني سبيسيالمون في دون لا فونت سور بلان donc les gens ils doivent connaître l'aventure. Donc oui, c'est Nala Salman, c'est Nala Salman, c'est bien à Ristinen, à ma contacté Narit. Nous connaissons la Sarlouais, ascenseur et construction. Donc on est une entreprise d'importation, d'installation et entretien des ascenseurs et tous les matériaux de levage. Donc les Mekestoualim de Guinée, alors nous c'est d'exposer une partie du matériel in Khdem. Voilà, donc nous puis une petite partie de Guinée exposer les ascenseurs, bien que on connaît tout ce qui est matériel de levage, donc il y a les escalators, les montes charges, les montes malades, tout ça. Voilà, en tout cas, on invite le grand public à ce que dit ça, le salon IGCTP, deuxième édition à la Norvège, au niveau télé tout le monde. Moi, je suis venu à Dies, à Dariwali, à Dariwali, à Dariwali, et tout ça. نسلمون في نوفك العالية. نو كونيسي ليتابليسمون البواكيز، ليتابليسمون البواكيز، وني لي ريبريزونتون دو دي ماك اوتوموبيل، لا ماك دي اف اس كا، نساو اوسي لا ماك هو اوسي سينو تروك ان سكي كونسيرن لي كاميون، اوسي وني لي ريبريزونتون دو لا ماك هيلي، دون لي شاريو اليفاتور، لي وير هاوس، لي جيربور، لي ترونسباليت، اون ا بليزيور موديل، لي ترونسباليت الكتريك، لي مانويل، لي جيربور. On a des camions lourds aussi pour les différentes entreprises qui sont dans le secteur du bâtiment. En ce qui concerne la marque, l'autre marque, la DFSK, on a les véhicules utilitaires, les petites catégories, on a aussi les véhicules touristiques. وهذا قيمو مينو ثلاثة ثلاثة سوغوساقين البنيان لشغال مبايلة كذين وليان تيزي وزو مذا تسكين غي تكر تمزورو ثنا تسداوي ثنا المولود أث معمار تيزي وزو ذي غي مسنوان تسداوي ثقين عادين المدن دي عنا ولد نثنين هرنان ثمو سنيسن لكو ذو وفو دين سن إرحبا ثغناو ثنا البنيان نلوليان تيزي وزو Effectivement, كوني مير de contacter le Visio à laquelle il est partenaire, ne bouide نبويد لا نذير ان شاء الله ثنا اما اما ثلاث ايام دايور ثنا اطرا ديال لي بوستير ثاني لي بوستير عند نزمر الجماعة ثقر عثينا كيرو كلي تبولي وين طاو النط اد ترانسفورمي ذا بيتون سي ان بروجي نوفو ذي سن حرفه في طونات في السنات اد 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 ننتج بيتون يس سي دي بروجي يونيفرسيتي غادي نشوفها بالك ما هذا avant de compagnie la sonne fait ici n'a pas intéressé à wagi il va être preneur de ce projet à sagi justement تسرتيث تنغلفت لنا المينيستير دو لونسينيمون سوبيريور دو لا ريجيرش سيانتيفيك جوستومون يل انكوراج ماشي كان يل انكوراج تورا الى كان نروح فيرسا لوفيرتور دو لونيفرسيتي فير لو مود لو موند ايكونوميك الى قساكي ليتيديونا هذه لي كرياتور دو ريشيس ماشي كان كونسوماتور دو ريشيس ليتيديون مادي فاغ تسداويث
ماشي كان ديفايس داويث كان يروح دون ادي دوموندور دون بلوا الساكي لقى ديفايس داويث ادي لي كرياتور دون بلوا سيت داويث المولود ذات مع مارابينين نصوض دار ثقران طريقين بوميس تمدي ثقين غير تقال لك كونيد يملل ورفيقنا رابح ميسوم دي طريق تيكنا وتتمدي الساقي السفت سينا كين هاد الظفران مليون ريبورتاج مقرن غاف رحبا يقيد غاف يقين تمسلي غاف رحبا البنيان لكل شغل مبايلك ايدي تيلينا كاثورا دي الولايان تيزي وزوغن كي قمي داون دينيا قمي دي لنا ذا الخير كوني دمنا عز كمي هنا عربي سيرمير تحضر ثمانه السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى موعد النشره الجويه لبدايه الاسبوع باذن الله. الاجواء تحسن على المناطق الغربيه والوسطى وحتى المناطق الشرقيه، هذا دليل امتداد مرتفع جو بالنسبه للجهه الشماليه. رغم ذلك احسوا بعض السحوب، ولكن السحوب ستنقشع ان شاء الله والامور حتحسن. نفس الشيء بالنسبه لشمال الصحراء وحتى بالنسبه لتيميمون اضرار وحتى بيركان وعين صالح، اجواء مغشاه نوعا ما. بالنسبه لدرجه الحراره القصوى هي الاخرى حتشهد ارتفاع تدريجي، ولكن نبقى نسجل مقاييس ما بين 4 درجات و 8 درجات على المدن الداخليه خلال الصباح، خاصه بالمدن الداخليه الغربيه كما ارتفع تلمسان حتى بسيدي بلعباس العامه المشريه والبيض، جو بارد بكل هذه المدن. بالجنوب الجزائري حرام بين 9 درجات هذه المره و 15 درجه راح نسجلوها بمعظم الولايات الصحراويه، 9 درجات فعلا ستسجل بشمال الصحراء وتحديدا بالثوره اي بمدينه بشار، 10 درجات بالنسبه لعين عمياناس هذا بالنسبه للجنوب الشرقي الجزائري، نفس المقياس اي 10 درجات بالنسبه لطمن راسات وحتى بجانات، هذا بالنسبه لدرجه الحراره القصوى. بالنسبه للظاهره ان شاء الله لا شيء جديد يذكر، نبقى دائما نسجل ان شاء الله جو كل صفا نوع ما سيميز معظم المدن الشماليه رغم عبور بعض السحوب، ولكن السحوب من النوع العالي تبقى تميز دائما الشمال الجزائري حتى بالنسبه لشمال الصحراء ووسط الصحراء، سحوب ستنقشع والامور حتحسن ايضا بتقريبا كل المدن الصحراويه. درجه الحراره القصوى مشاهدينا الكرام هي الاخرى راح تشهد ارتفاع طفيف، ولكن هذا قرب المدن الساحليه وين ننتظر حراره ما بين 16 درجه و 17 درجه بسكيكدا بعنبه بالقلعه حتى ببجايه بجيجل بسكيكدا بالعاصمه بمستغنم حتى بالنسبه لمدينه وهران وبني صاف، 18 درجة بالنسبة لجلفة وحتى بلغوت، وأدنى حرارة ستسجل بمرتفع التيارت مع 11 درجة فقط، 28 درجة و34 درجة راح نسجلوها، هذا انطلاقا من إليزي عين ميناس أي بالجنوب الشرقي الجزائري إلى غاية برج بازي مختار وعين قزام مع 33 درجة و34 درجة بإذن الله. بالنسبة هذا بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى، أما للملاحة وسط البحري بدون شك خويا الصيادين راكم تسناو حاله البحر راح يتحسن، هو الاخر على تقريبا طول الشريط الساحلي، هذا بسبب هبوب رياح ضعيفه نوعا ما، ولكن تاتينا غربيه تميل في بعض الاحيان الى شماليه غربيه، في كل حالات رياح ضعيفه الى معتدله ان شاء الله، والرؤيه هي الاخرى راح تحسن. رغم ذلك نقول لكم حذاري دائما ما نغامرش خاصة قرب السواحل الوسطى. آخر ورقة يختم بها النشرة الجوية هي المعلومات الفلكية تخص دائما العاصمة وضواحيها، تقول عطور بالشمس بإذن الله 44 دقيقة بعد السادسة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، نقول لكم بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله وإلى اللقاء.
نقلق ذرح بذي سنث من الفنيان وكذل شغالات البيلي كالا ديلين سقوة ساقيني 29 فيفريين على ما ثلاثة ذي مغروس دونك لديسيون يقيا ثبوت بيان سورة ما ينوث يمخلفنا في لديسيون عدين دونك ذي لديسيون يقينين في كيسان سلوغون ديد نقار بور ان كونستركسيون هارمونيوز دونك ذاكيا انا نهضر بوكو بلوس اف لينوفاسيون دونك اشو بجديد الكليه اكزمنا ذي لي ذكو حريش الباتيمون اشو تكثي وين في جديدين اكزمنا ذا نون تنسنرنينت وذ اتفكنت دي سوليسيون اي وغورن ينتعيشي يتعيشينك ويقاذي قدش يبعد الشطح نسالم ذاك ندي تيزي وزو نسيوض نسالو نسيوض نسالو نسعو ان سالون ديكسبوزيسيون ديني دو نون كي فا نو بيرميتر دو فير سو جور ديفيرمون دون مانيير بلوز اليز فوالا وي جو رميرسي دو باساج اوسي فيزيو ار على لور تيت مدام بن حمو فلورا كي نوزا بيرمي ديتر بريزون اي دو فوار ان سالون اوسي بيان اورغانيزي افيك اوتون ديكسبوزون اوتون دو مارك اي كوم جو فوزي دي لو باتيمون سيت ان فاكتور كي بارتيسيب على بروموسيون ايكونوميك اليوم هذا الصالون اللي شارك فيه 42 عارض شاركت فيه 8 ولايات راح يكون فرصه اكيده للتعريف بالمنتوج الوطني ومن خلاله يعني المتعاملين الاقتصاديين راح يعرفوا بالمنتوج الجزائري اكيد يعني هذا المعرض راح يساهم بصوره مباشره في التعريف بالمنتوجات يعني اللي تعني المستثمرين على المستوى الصناعي على المستوى الاقتصادي واللي راح يكون فرصة يعني باش نوسعوا من هذه النشاطات وراح يساهم أكيد في التنمية الاقتصادية المحلية. Il faut pas rester frileux de la région. J'ai vu un fabricant des ascenseurs d'Aki. Il est producteur à Tizi Rachid. C'est une fierté de la région. Mais ils vont aucun ascenseur ni monte charge au niveau de la ville de Tizi Ouzou. Ils vont à Sétif, ils vont à Oran, ils vont à Tébessa, mais pas ici. Il faut qu'on se fasse confiance, Guérana, parce que c'est quelqu'un qui produit ici, qui peut faire l'entretien ici, qui peut aménager ici. C'est très important.
production nationale aujourd'hui, elle satisfait le marché national. Et d'ailleurs, il y a un conseil qui a été tenu avant-hier par le Premier ministre pour l'exportation, pour encourager les producteurs à aller au-delà de l'Algérie avec des soutiens, des mécanismes de l'État algérien. دونك اكطوالمون الساعه 2:40 امتكيين الساعه 8 عن الولايات دونك نيني تجمل ثم قرانت كوي قد يدير زنا الغرنا تجمل ثم قرانت بوكو بلوس لي زيكسبوزون اي دي يغيف كان لا كونفيونس سورتو قد يتسكني دنا لا بروميير اديسيون ارزن دا لا دوزيام اديسيون دونك كمين زرا لا بروميير اديسيون خدمي صافي كبو دو موي دونك كوميم الا كي غي ان شطوح لاخصص مي كوميم انشتاغي مي ولا كوميم لينيسياتيف سلها ولا لي ambition et sa l'entreprise donc je tiens et j'ai inshallah la confiance pour la deuxième fois il a justement que nous avons fait une stagie c'est un volet commercial c'est l'exposition sur stand un dernier tu vois les gens qui ont été fait et souffrines bien sûr la majorité point des solutions qui je dis à travers des communications des conférences des séminaires et des lignes des rentes qui remettent de la tisse de with le moule de notre معمر دونك ديبارتمون جيني كونستركسيون خدم من داهي لضمر كانتي ضمر كانتي دكوين يعني لينوفاسيون اي غينيا الى قساكي ليتيديونا هذه لي كرياتور دو ريشيس ماشي كان كونسوماتور دو ريشيس ليتيديون ما ديفاريس زداويث ماشي كان ديفاريس زداويث كان يروح دون هذه لي دوموندور دومبلوا قساكي لا قد ديفاريس زداويث هذه لي كرياتور دومبلوا خاطر سور تيرا ولا شنو هذا effectivement من مكانين كما صار من مكانين رد النهار ذاكي صافي ميم با اون اني اللي ندي يمكن يعيش هاد التجربه غير سي ذاوي مولدنا ناث معمر بارتيكوليرمون لا فاكولتي نا اون اكسبوزي دي بروجي دي ستوديون اي سون تري تري انوفون انكرويابل انكرويابل سي دير سي اون جينيراسيون دينا لي جينيراسيون لي ستوديون حرش مليح مليح لا قاسم كان شويه نتاويت سولاش سي فرا كي ولاش بتاتر لا بريس و الى با كوفير ليفينمون هاكي مي لنت كرات كثي وين كاروا موا تكثي وين تري تري زينوفونت تنمير ثلاث سمانون يساعد المقر بيسك تيزي وزوز توسن كزيك خلال لي زونتربريز نحمل ديجا الفنيا نحمل لا كونستركسيون دونك سي ان ايفينمون امبورتون ديال الولايه يسدوا ولا كون الى قاني لي غير وقد كيقول لنا كي وقد يخدمني يقدشن يعني انا كون يعني البنيه وكذا لا ولا تيزي وزو مي سي ان ايفينمون كان سي لا دوزيام ايديسيون دوماج يا كانوا تسكاري في مزواروث مي تيك تاك انا تونيو اسك نحضر اسك نبارتيسيبي سي دو غران سي لو دو سوسيتي دو جروب سيومات يقدشن ذي البنيان دونك غارس انت لا سيومات Bon, le plus important, c'est d'être présent et de participer à tous les événements qui puissent qui exister dans notre wilaya. Parce que c'est important de connaître et découvrir le produit localement fait. C'est-à-dire qu'il y a l'éthique Baniendagi, qui, déjà qui ne se connaissent pas entre elles, alors qu'elles peuvent développer beaucoup de partenariats. C'est comme si elles n'existaient pas dans cette wilaya. Or qu'elles existent, elles font de très belles choses et elles existent dans les autres wilayas. Donc c'est des produits d'une certaine notoriété sur le plan de fabrication, de normes et tout. Donc c'est très important d'être chez soi aussi et de les faire découvrir dans la wilaya. Voilà, ça a l'intérêt d'Armadine. L'occasion d'Arnir, de connaître les entreprises de Guyane et du Sénat avec lesquelles on pourrait faire des partenariats à long terme dans le cadre de l'industrie du bâtiment. Mais aussi, la nouveauté de Guyane, c'est la présence de l'université. C'est une chose vraiment très intéressante, parce que ça va permettre à l'entreprise, une fois pour toutes, disons, d'utiliser la science, donc d'exploiter la recherche scientifique pour le bien du secteur économique. D'ailleurs, je viens de parler avec les représentants de l'université. Inch'Allah, ça va aboutir vers la signature d'un contrat.
طالام اي بوكو با دارني عندنا نو دي كليون جديدين نكوميرسياليزي لي بروجي ديال انسا اون اي فوني بريزونتي دي برودوي دون لو كادر لاميناجمون اوربان اور كو نو سوم سبيسياليزي دون لا كونستركسيون ميتاليك اوترو مونديال لا شاندوني اندستريال دونك سيتي ان تو ان فان دو كونت نو سوم لا بور اكزاكتومون ان دوبل ان اوبجيكتيف مولتيبل سو فير ديكوفرير connaître des gens, faire connaître le produit et développer des partenariats. Voilà la présence Nardegui. Donc distributeur de peinture de Tizi Ouzou de Boumerdès, représentant d'un kain déco de Tizi Ouzou de Boumerdès, nous sommes de Ségia, Rahveyegia, et Wakened Nsken. Qu'est-ce qu'on peut offrir à main les entrepreneurs, à main les particuliers, à main les professionnels de la peinture, les peintres en général? Nous sommes en train les produits INSA. Nous sommes derniers. Nous sommes les producteurs, même les autres marques de peinture, les promoteurs. Et c'est un échange d'intérêts. Nous sommes dans le salon du CTP dans sa deuxième édition. D'ailleurs, on était dans la première. La deuxième, elle est vraiment bien organisée, mieux que, du moins mieux que la première. Donc nous sommes dans les divers produits INSA. Qu'on est spécialement fait dans la vente sur plan. Donc les gens ils doivent connaître la vente sur le plan. Oui, du signal à Slemen, c'est normal. Donc les gars, Ristinen, on a contacté Narit. Voilà, donc nous savons vraiment. Nous connaissons l'établissement les Boakis, l'établissement de Boakis, on est les représentants des marques automobiles. La marque DFSK, nous savons aussi à la marque Ho, aussi Sinotroc en ce qui concerne les camions. Aussi, on est les représentants de la marque Hilly dans les chariots élévateurs, les warehouses, les gerbeurs et les transpalettes. On a plusieurs modèles, les transpalettes électriques et les manuels, les gerbeurs. On a des camions lourds aussi pour les différentes entreprises qui sont dans le secteur du bâtiment. En ce qui concerne l'autre marque, DFSK, on a les véhicules utilitaires, les petites catégories. On a des revêtements, les anciens carrelages seront passés en monocouche. Et des unités, le béton. À travers la société Beralk. À 100% local, miel local, alhamdulillah, on arrive à exporter même cela si on met, l'Amérique latine. Donc, nous connaissons la Sarlouay, sa ascenseur et construction. Donc, on est une entreprise d'importation, d'installation et entretien des ascenseurs et tous les matériaux de levage. Donc, nous sommes exposés une partie du matériel in khdem. Voilà, donc, une petite partie de exposer les ascenseurs. Bien que nous connaissons tout ce qui est matériel de levage, donc il y a les escalators, les montes charges, les montes malades, tout ça. Voilà, en tout cas, on invite le grand public à ce que dit ça, le salon IGCTP, deuxième édition à Klein Norvégie, au niveau télé tout le monde. Moi, je suis venu à Riwali, je suis venu et tout ça. Nous sommes plutôt pour présenter des équipements de l'aménagement urbain. Maintenant, l'environnement c'est un environnement qui est désolant sur tous les plans. Maintenant, il faut équiper quand même les villages aussi qui sont en train de s'urbaniser, il faut les équiper. La ville qui est en train aussi de grandir, mais elle fonctionne un peu dans le temps en matière d'équipement. Il faut faire de belles choses à l'image de ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc nous n'inventons rien tout compte fait. Regardez le monde numérique, de l'Internet, tout se regarde, tout se voit, tout se découvre et on est capable de justement réaliser de beaux équipements qui vont avec l'ère moderne et l'ère numérique des choses. Voilà.